منذ وصوله إلى السلطة عام 2002 نجح حزب العدالة والتنمية في فرض مفاهيم جديدة في سياسات الدولة الداخلية والخارجية وحتى الاجتماعية. فالدراسات تشير إلى أن المجتمع التركي بات أكثر محافظا في ظل توجهات الحكومة الحالية. أصبح من الصعب اختيار منطقة للسكن، عليك أن تخضع للشروط المعيشية التي باتت تحكمه عادات وأعراف في هذا الحي أو غيره. هناك تمييز خلال المقابلات من أجل الحصول على عمل، فإذا كنت تدافع عن نفس الإيديولوجيا فأنت محظوظ في الحصول على الوظيفة. سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية التي تتمثل في وضع ضوابط جديدة للتعيينات والترقيات المهنية بدأت تفرض حدوث تحولات في هذا الاتجاه، وهو ما يراه البعض مخالفا لمفهوم الديمقراطية الليبرالية. السياسات المنتهجة من قبل حزب العدالة والتنمية وممارساتها، وطبعا الجماهير التي تؤيد هذه الحكومة هي مؤدلجة يعني في إيديولوجية جدا، ولذلك هذه كلها تخلق البيئة وراء بيئة أخرى. فيما تشير دراسات أخرى إلى تراجع تعاطي الأتراك للكحول خلال السنوات الأخيرة، والسبب في تراجع الاستهلاك ليس له علاقة بالنقاشات المستمرة حول تحريم الإسلام للخمر، بل هو مرتبط بالسياسة الضريبية لحكومة حزب العدالة والتنمية. لا صحة لهذا الكلام، فحكومة حزب العدالة والتنمية من سياساتها ضمان حرية المواطنين وعدم التدخل بالحياة الخاصة. فرض ضريبة على الكحول أمر متبع ويجب ألا يفسر على كونه مسعى لتحريمه أو خفض المبيعات. صحيح أن الحكومة منذ وصولها إلى السلطة لم تسعى إلى إغلاق الحانات أو محلات بيع الخمور، لكنها وجدت طريقة أخرى تتمثل في فرض ضرائب مرتفعة على مبيعات الكحول، وصلت في عام 2010 إلى 63%، فسعر لتر من النبيذ وصل إلى 35 دولار، وهو ثمن باهظ في بلد لا يتجاوز فيه دخل المواطن العادي 500 دولار. حزب العدالة والتنمية وبحسب المراقبين يسعى للتغيير من خلال فرض قيم منطقة، ليس من خلال تغيير القوانين، وإنما من خلال اعتماد تدابير إدارية من شأنها أن تحدث تحولات اجتماعية صامتة تجعل من المجتمع التركي أكثر محافظة ولو بشكل قصري. بشار فهمي، الحرة، إسطنبول.